عنها. الأمر الثالث، أقول الليالي والأيام في القرآن جاءت بأوصاف مختلفة منها. أولا وثانيا سنذكر عدة أصناف من الشواهد القرآنية في هذا المقام، وطبعا يوجد الكثير لم يذكر. إذن أقول أولا ما يشير إلى أيام الله وأيام الناس ويوم إكمال الدين. قال الله تعالى، إذن محور الكلام عن أيام الله، لأنه ورد بأن يذكر بأيام الله، بأن يذكرهم بأيام الله. فما هي وما هو المقصود من أيام الله؟ هذا هو مورد البحث في هذا المقام. إذن عندي الأمر الثالث، الأيام في القرآن جاءت بأوصاف مختلفة منها. أولا ما يشير إلى أيام الله وأيام الناس ويوم إكمال الدين. قال الله تعالى، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الجاثية. إذن الشاهد الأول كان عندنا أيام الله. ماذا قال في الشاهد الأول؟ قال تعالى، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. إذن قال تعالى، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. إذن هنا ذكر لأيام الله، لا يرجون أيام الله. الشاهد الثاني، المورد الثاني، قال تعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن هذه أيام الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، في سورة آل عمران. وقال تعالى، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن أي أيام؟ أيام الذين خلوا من قبلهم، مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. وقال تعالى، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في سورة المائدة. الشاهد السابق، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، ذاك كان في سورة يونس. هذا أولا. قلنا أولا ما يشير إلى أيام الله وأيام الناس ويوم إكمال الدين. ثانيا ما يشير إلى التحذير من يوم القيامة ومن اليوم الموعود، يوم لا تنفع نفسا إيمانها. هذه الشواهد، هذه الأيام تشير إلى التحذير من يوم القيامة ومن اليوم الموعود. تحذير من يوم القيامة وتحذير من اليوم الموعود. يوم لا تنفع نفسا إيمانها. قال مولانا العزيز، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها الشفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن تحذير من يوم القيامة. وقال تعالى، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الشاهد الأول والثاني في سورة البقرة. فقط أيضا أتى في بالي أن أذكر هذا، يحتاج إلى بحث، ولتبقى التفريعات والتفصيلات للمحصلين، للطلبة، للباحثين، إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإذا وفق من يوفق للبحث.
وإلا لا يمكن أن نتصدى لكل التفصيلات ولكل الأمور ولكل التفريعات ولكل البحوث، والجميع يتفرج ولا يقدم شيئا ولا يفعل شيئا له تأثير، فقط الاكتفاء بالتفرج ونقل ما يصدر عبارة عن جهاز تسجيل أو عبارة عن آلة ناقلة أو عبارة عن ببغاء كما يعبر عن هذا أو يعبر عن هذا المعنى. لكن نحن نبرئ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب علينا أن نقدم ما عندنا وما نستطيع أن نقدم، وتبقى مسؤولية الآخرين. إذن أريد أن أشير هنا إلى أمر أتى في ذهني الآن. لاحظ في سورة البقرة الشاهد الأول والشاهد الآخر أيضا، الثاني أيضا في سورة البقرة، في الأول قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، في الشاهد الثاني قال لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. تفت جيدا، لا يقبل منها شفاعة، هنا لا تنفعها شفاعة، وهناك لا يؤخذ منها عدل، وهنا لا يقبل منها عدل. التفت جيدا، فهل يرجع هذا الاختلاف، هل يرجع هذا الاستخدام لهذه الألفاظ بهذه الخصوصية إلى وجود خصوصية في المعنى كمحتمل؟ هل يقصد من هذا، طبعا قلنا المسألة تحتاج إلى بحث، لا يقبل منها شفاعة لا تنفعها شفاعة، لا يقبل منها شفاعة، الطريق طريق الشفاعة مغلق مسدود ممنوع، لا يوجد حديث عن الشفاعة وفي الشفاعة، لا يوجد شفيع، لا يوجد من يتصدى للشفاعة، لاحظ، لعدم قبول الشفاعة. إذن في ذلك اليوم لا يوجد من يشفع، لا يوجد شفاعة، لا يقبل شفاعة. في الحالة الثانية لا تنفعها شفاعة، يوجد شفاعة، يوجد من يشفع، تقدم الشفاعة، لكن التفت جيدا، يوجد شفيع، يوجد شفاعة، لكن هذا الشخص المشفوع له فيه خصوصية، عنده ذنوب ارتكب من المحظورات التي لا تؤثر الشفاعة فيه، لا تنقذه الشفاعة، ربما لو كان لها تأثير فقط بعنوان التخفيف، بعض التخفيف، تخفيف لا يذكر، لا تأثير له مقابل شدة العذاب وطول فترة العذاب. التفت جيدا، إذن فقط أقول هل يرجع إلى هذا، لا يقبل منها شفاعة، لا يوجد، لا يتحقق أصل الشفاعة، يمنع الحديث عن الشفاعة وفي الشفاعة وبالشفاعة، هنا لا تنفعها شفاعة، يحصل حديث بالشفاعة وعن الشفاعة وفي الشفاعة وتحصل شفاعة لكنها لا تنفع لهذا الشخص. وأيضا في العدل أيضا لا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل، فهل أيضا هذه ممكن أن ترجع إلى وجود اختلاف في المعنى؟ لا يؤخذ منها عدل، لا يوجد أي حديث عن العدل وعن أخذ العدل، لا يوجد أي فدية، لا يوجد أي بديل، لا يوجد من يتصدى لتقديم العدل. الحالة الثانية لا يقبل منها عدل، إذن يوجد عدل، يوجد من يقدم البديل، الفداء، الفدية، التعويض، يوجد حديث عن هذا، يوجد من يتصدى لهذا، لكن لا يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ لأنه لا يناسب، لا يرتقي، لا يساوي، أو لمانع آخر ناشئ من ذنب آخر، من قضية أخرى، من فساد آخر، من موضوع آخر، الله العالم. إذن يوجد عدل، يتحقق حدث وقضية العدل وواقعة العدل والإعطاء والأخذ والعطاء، لكن لا يقبل منه، لا يكون بديلا عن ذاك، لا يكون مخففا أو لا يكون مزيلا لذاك، ربما يكون فيه بعض التخفيف، والله العالم، مجرد فكرة أنا أطرحها هنا أتت في ذهني. إذن عندي قال تعالى واتقوا يوما لا تزجي نفس عن نفس ولا يقبل منها، لا تزجي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون في البقرة، وأيضا عندي واتقوا يوما لا تزجي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أيضا في سورة البقرة. وقال تعالى
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون.